الشباب اللي لعبوا النهارده امبارح في نادي الزمالك وانت اديتني الكيو وبما على الدكه، اسلام جابر على الدكه، برافو عليك، ايمن حفني على الدكه. يعني لو كل الاسماء ديت، وفي كان حد رابع كمان، الاسماء دي كلها ايمن حفني، ما هو انا قلت ايمن حفني في كده، يعني الاسماء الخبره اللي قاعده على الدكه دي لو كان امبارح وسيف الجزيري مستبعد ده اربعه، لو امبارح الاسماء الخبره دي فيليرا دفع بيهم في الشوط الثاني محدش هيلومه، هيقول لك هم دول اللي موجودين معاه على الدكه، وهيلاعب شباب مثلا في ماتش الاهلي، ده لو لاعب شباب في ماتش الاهلي يبقى بيهزر وبيحرقهم والكلام الجميل ده. السؤال بقى بشكل تاني، مين مدرب مصري ياخد قرار زي دوت وياخد مخاطره زي دي، او حتى مدير فني اجنبي ما يكونش فيليرا مثلا او نوعيه فيليرا؟ لا ما يكونش مدعم. يعني ايه مدعم؟ يعني الاداره في ظهره، الاداره قالت له ادي الناشئين، اكثر للنجوم شويه، يا ريت النجوم اللي في نادي الزمالك يستفادوا من واحد زي شيكابالا ده، يتعلموا منه. شيكابالا ادانا نص ساعة يعني ايه الكرة الحلوة، متعة، يعني ايه الجماليات، يعني اللعيب مش بالاسم بس، يعني اللعيب مش بالثمن بس، مش بالسن كمان، شيكابالي لا مش بالسن، لعيب ستة، اكبر لعيب في الملعب في الفرقتين، عامل اسيستين، واحدة اللي جت جون وواحدة اللي ضيعها في العارضة امام، والجون اللي جابه. اللعيبة دي لازم، او مدير فني ما يقدرش مدير فني يعمل دي لوحده، انا بقول لك، وانا بقول لك ان يطلع زيزو، وانا بقول لك ويطلع إن وانا بقول لك وانا بقول لك ان فيليرا بيعملها لوحده، والله معلومه مليون في المية، مفيش حد من اداره نادي الزمالك يتدخل في افكار فيليرا ولا بيوجهه ولا بيعمل اي حاجه. ممكن يعني ممكن ما يتدخلش زي ما انت قلت، ممكن يعني ما يتدخلش، لا وحضرتك ادفع بالناشئين، ما تخافش، طيب احنا في ظهرك. انا هاخد من كلامك بس عشان اثبت كلامي، اتفضل. لو حتى متقال له هو سمع الكلام وده بيقول لك مش موجود ويلعب بالشباب او بيلعب ادفع بالناشئين، اولا مش هيدفع بيهم في ماتش الاهلي ده واحد، ومش كلهم، اتنين مش هيدفع بيهم مكان اشرف بن شرقي وزيزو، صح دي غريبه، ده بيطلع اشرف بن شرقي، مين هيقدر يطلع نجمين الفريق وينزل اتنين شباب؟ ده لو كان خسر امبارح كان، انت عارف الجمل المعروفه، ايوه، انه انت ازاي تحرقهم، هم عندهم خبرات ايه، مباراه كبيره زي ديت ومش عارف ايه. حظه حلو ان يوسف نزل عمل الاسيست حلو، وحظه حلو ان سيف مهاري وبيعدي، وسيد عبد الله عامل ماتش هايل، وسيد طبعا باك رايت، هي التغييره بس بتاع حسام عبد المجيد دي اللي استعجبنا منها، لان انت 2-1 الاهلي وقع، كان عايز يقفل تاني، لا اصل 2-1 ما هو بس عايز برضه، ما هو عايز يقفل بعد، ما هو انت ليك طله يا كابتن، انت ليك نظره في اللعيبه اللي قدامك، وبعدين المدرب لازم يبقى في لينك بينه وبين اللعيب في الملعب بتاعه. يعني يجيب واحد زي شيكابالا، ايه الاهلي وقعوا في الملعب ولا دايسين؟ ايمن عبد العزيز عملها معايا وهو بيلعب في المقصه بره، كنا بنلعب تليفونات بنشوف، وكنا مغلوبين واحد، جبنا الجون التعادل، فبقول للهاني سعيد ارجع ليبرو، راح ايمن جري قال لي يا كابتن، قلت له كمل في نص الملعب، وجبنا الجون الثاني. هي دي دور قائد الفرقه في الملعب، او كمدير فني يسمع، او انت شايف لعيبه الاهلي رجعت واستسلموا، وانت رايح بكوره واثنين، إيحاءك للعيبة بتاعتك إن أنت بتطلع فرود وبتنزل مساك تالت، ده إيحاء ليجي لنا إن أنا ده بيدافع، طب خلينا بقى نرجع في نص الملعب. الرجوع ده لا، إزاي رجعوا وجي الجون التاني بس تعادل، بس بعد كده الزمالك ضيع كورتين حلو. بعد إيه؟ بعد ما تعادلت. أنا مش أصل أنت برضه منزل يوسف مش عارف إن هو ممكن يعمل أسيست، منزل شيكابالا مش عارف إن هو ممكن يجيب لك جول. برضه كمدرب يا كابتن محمد عارف إنه أكيد لما تلعب فرقة قدام زي أنت مدرب زمالك وبتلعب قدام الأهلي هيبقى عليها رد فعل. بس على فكرة هو منزل المساك الثالث قبل ما سامي ينزل صلاح محسن. يعني قبل ما ينزل في الودين قدام كمان. لا لا هو حب يرجع الطريقة تانية لثلاثة، يعني هو كان بدأها ثلاثة. ما هي دي، هي دي بس اربعه شويه بقى كده تتحسب، هو خاف ورجع، هي دي بس. انت رايك يا كابتن امير في فيليرا؟ اصل انا فيليرا امبارح كنت معجب بيه جدا بصراحه. انت كريم، عجبني الاداره، هو 80% ناجح اداره، الاداره عمال يدير الماتش وعمال يعمل كده، وسامي صح طبعا، والله سامي عمل ماتش جامد جدا، بس العيال اللي كابتن سامي، كابتن سامي كابتن عبد الجليل عنده 46 سنه، كان بيلعب مع مدرب عنده 76 سنه، في فرق خبره 30 سنه على مش كده بقى، على المهارات ده ومهارات ده، بس على الاقل في 30 سنه خبره، فمتفاهمين ان فيليرا ربما يتفوق، وارد يعني. اتفضل. عايزنا نتكلم على موضوع سامي ولا نتكلم على يعني سامي برضه كابتن عنده خبرات، اشتغل مع فايلر، اشتغل مع كارترو، واشتغل مع موسيماني، عنده خبرات، زائد ان هو كان مدير فني للحرس الحدود، عنده خبرات كويسه ولم الدنيا، هو بنى على اللي عمله موسيماني، وفي نفسه زود حاجات نفسيه، زود ابتدى دخل ناس، ابتدت الاصابات ترجع. هنيجي بقى الموضوع، السؤال اللي انت سالته للكابتن عبد الجليل اللي هو مين يقدر يعمل ده، مدرب مصري ولا مدرب اجنبي؟ هو مدرب برتغالي فقط،
كمان اللي هو جوزيه والراجل فيريرا برتغالي فالاثنين برتغاليين وخد الثالث كارلوس كيروش وكيروش عناديين وكان في حد ياخد احمد ياسين وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد رفعت واحمد دفعت ويفضل مصمم على يعني ناس من الانتقادات لواحد ناس بتعايزاه تاني يعني برضو حاجات غريبه بتحصل. فالمهم اللي انا عايز اقوله يا كابتن في حاجات مساعده لي ان انا النهارده في نجوم في نادي الزمالك زي ما الكابتن عبد الجليل قال لا الشباب بياخد عشان النجوم تهدى شويه في نفس الوقت في ناس عايزه هتجدد ولا مش هتجدد في ناس سمعنا كلام ان في ناس بعدت عن اللقاء وحاجات كده مش اصابات فاذا النهارده الراجل بينه وبين نفسه عارف ان انا النهارده في نجوم مش موجوده فانا ما فيش حاجه هبكي عليها صح في غيابات مش موجوده وقال الزمالك ابتدى يعمل سياسه الاهلي بتاعت زمان وكمان لا هو انت كده تقدر تضغط على لعيب نادي الزمالك وهو بيتجدد ولا هي يقول لك مثلا عايز 20 هيقول له ما في واحد بياخد عندي مليون ونص اهو زي الفل طبعا مش دافع 20 طبعا فعلك 10 لو عايز تقعد تقعد والحاجه الاهم يا كابتن ان الراجل هو عنده رؤيه زي ما كابتن عبد الجليل قال لك ان المدرب لازم يبقى عنده رؤيه هو شايف ان الثلاثه دول مستواهم جامد جدا يعني انا واحد من الناس كاهلاوي انا مبسوط ان نادي الزمالك برضه طلع 2 3 جامدين طبعا وواحد كمشجع بقى وبيتفرج على الماتش فني اما اجي افوجئ النهارده الثلاثه دول بالمستوى ده كابتن صح ويلعبوا ماتش اهلي وزمالك بالمستوى ده يعني انا ما كنتش عارف اسمع عن سيف جعفر اسمع عنه لكن لما شفت امبارح لا لعيب كبير اسمع عن يوسف اسامه نبيه هيروح اعاره بابا عايز يوديه دول انا عارفهم من الناشئين انا ما اعرفهمش كواحد مش متابع انا ممكن